أطلب من الشيخ نصيحة للفتيات اللاتي يؤخرن الزواج. وهذا كان ظاهرة قديمة، لكن الحمد لله الآن تغيرت. الآن ليه؟ لأن أصبحنا نرى الظاهرة القديمة، نرى الآن يعني آثارها السيئة. عندنا الآن بنات وصلن 37 و40 و43، شفنا هذا الآن. ولذلك الناس انتبهوا الآن على وقع المصائب القديمة. فالآن نحن نقول للبنات: يا بناتنا لا يفوتكن القطار. لا يفوت. أنا سمعت أحد الدعاة يقول أن البنت الآن وهي في سن 22 أو في سن 20 عندها 100 وصف لفارس الأحلام، تبي لها واحد يمكن منزل من السماء، هذا ما تبيه، هذا ما تبيه، هذا قال. فإذا وصلت 26 نزلت من 100% اللي كانت عندها، نزلت 40% معدل 60. والناس أيضا لو وصلت 26 بدأوا الشباب يبعدون عنها. قال فإذا وصلت 30 شالت 60% ما عاد حطت إلا 20. فإذا وصلت 38 قالت يا الله بشايب، ها؟ ولا يا الله بتايب من مخدرات، ولا يا الله بسدا، ولا حتى واحد معها أربع حريم. مع أن أول كانت يأتيها واحد مع الوحدة فقط وهي الثانية وترفض، ويوم وصلتها السن قالت قابلة شايب مع أربع حريم. ليه؟ لأن هي التي ضيعت الفرص، هي التي ضيعت الفرص على نفسها. نعم.